مش ناقص اللي تجيب الجيب على اليمين، غرزة ضيقة فاتلة 20 على 1. يا لهوي خيطت الجيب على ايدي، ايدي يا عايزة ايدي. طب انا هفكها ازاي دلوقتي من الجيب؟ هفك ايدي من الجيب ولا افك جيبي من الايد؟ انا لو ايدي اتقطعت انا هقرا قد وافر ازاي؟ المكنة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشتغل حتى وانا نايمة، مش كفاية عليا المصنع. ساعة بقت كام؟ يا لهوي 6:30، ما ضربش الليل ينضرب. يلا يا كتكت، يلا يا حبيبي صباح الفل، مش بقتش نوم؟ يلا يا حبيبي اصحى، اصحى يا حبيبي، عايز تنام انت. صباح الخير صباحنا، رز بلبن طبخنا. ايه ده برضو مبلول؟ ده انا لسه مغيره لك من نص ساعه يا مطرطراتي. كم مره قلت لك تعملها في الحضانه؟ الساعه 7:02 تشخت ام الداده هي اللي مغيره لك مش انا. يلا عشان اغسل لك بقلوستك الصغيره. يلا طبعا ما فيش ميه سخنه. تراهن ان ابوك لهبل طفى السخان امبارح بالليل؟ لا طلع شهبل ولا حاجه ظلمناه. ما احنا لو وصلنا الحضانه متاخرين المشرفه بتاعتك هترجعنا البيت تاني. اتاخرنا اليوم هيضيع. حد يقول بقلوزه صغيره كده تعمل الفطيره الكبيره دي؟ مش مهم اغسل وشي. هو يعني حد بيبص لي؟ يلا يا كتكت، يلا عشان اغير لك، هنلحق ان شاء الله. يلا شاهد يا كتكت على ابوك، ما هنش عليه حتى يشيل هدومه مطرح ما قلع. طب بلاش الهدوم، يشيل كوبايه الشاي اللي شرب فيها. ايه يعني جت على الشاي؟ ده ما بيشدش الصفون وراه، قلب لنا ريحه البيت. ايه يا كتكت فرحان وامك بتهبل كده؟ اعمل ايه اصل ابوك جنني. ايه ده، هي الهدوم كلها وسعت عليا كده ليه؟ يلا وادي جونيلة ماما وشنطة ماما والمفتاح. المفتاح، مفتاح، فين المفتاح؟ حطيت المفتاح فين؟ حطيتي المفتاح فين يا بنت يا سناء؟ يوه هي كانت ناقصة يا ربي، يبقى الوقت سارقني ودي مني المفتاح. كل يوم الصبح نفس الموال. طيب نهدى 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 عشان نعرف نركز. نركز، حاول افتكر اللي عملته امبارح بالليل. رجعت البيت عطية ما كانش موجود، انا اللي فتحت الباب. الواد كان على دراعي اليمين والشنطة والمفتاح في ايدي الشمال. اه في ايدي الشمال، دخلت الشنطة حطيتها هنا، والواد على السرير. اه اهو على السرير. المفتاح كان لسه في ايدي وزازة اللبن تحت باطي. ايوه تحت باطي. دخلت الشنطة حطيتها في المطبخ واللبن حطيته في التلاجة. ما ده هيكون حطيت المفتاح كمان في التلاجة؟ لا ولا في رف البيت ولا حطيت اللبن اصلا في التلاجة. امال حطيته فين بس يا ربي؟ ايوه على البوتاجاز عشان بزازة الواد. ساعتها سمعت عطية نازل هبد على الباب، اتريني كنت سايبه المفتاح في الباب وهو مش عارف يفتح. دخل وقعد يزعق زي المجنون، المفتاح كان لسه في ايدي. بحلقت له، بحلق لي، شوحت له، زغر لي، حطيت له المفتاح جوه عينيه. ايه يعني؟ ايه يعني لما نسيت المفتاح في الباب هتاكلني؟ بقول لك ايه، لمي لمي، تداريانه بحاجه؟ محشور 12 ساعه في كابينه متر في مترين، حلوان المرج المرج حلوان. يا عيني عليا، مش لاقي حد غيري يتفش غلك فيه؟ بتاعت الروقان سايبها لاصحابك على القهوه وانا نازل فيها شخط وتبريق. بترجع من الشغل على السرير وبالليل التلفزيون ويوم الجمعه الماتش عشان تبحلق لي 22 معتوه بكلسونات بيلف ورا كوره. يا اخي انا تعبانه محتاجه مساعده وانت ولا انت حاسس. مش فاهمك انت. لا فاهمه، فاهمه وحاسه بالمر وساكته. ساكته على الشقه وبدحلب لك عشان ساعه حلوه نقضيها سوا.
كل يوم بيفوت زي التاني. ده انا نسيت شكل وشك لما كان بيضحك. مش فاكره اخر مره قلت لي فيها الشاي معسل قوي، انت مقلباه بصوابعك ولا ايه؟ مش كفايه الدنيا يا عطيه؟ المفتاح. ده انا بقيت حاسه اني عبيطه وانا بدلع عليك على السرير، وانا عارفه انك عايزنا نخلص وننام عشان الشغل. فضلت ازعق زي المجنونه والمفتاح كان لسه في ايدي. قلت له لو كان الجواز كده يبقى انا عملت اكبر غلطه في حياتي. صعبت عليه، جري عليا وشه زي الليمون، اصلي بهدلت الدنيا. قال لي ما نتفاهم بالعقل. قلت له ما ساح، عقلي ساح. قام زقني على السرير وخد حقه تالت ومتلت. ساعتها خد مني المفتاح، يكونش حطه في جيب جاكيتته. مفتاحي، مفتاحه هو كمان. احسن يرجع، مش هيلاقي حد يفتحه. يلا يا حبيبي، يلا يا كتكوت، لقيت المفتاح. وادي يا شرب ماما وشنطه ماما وحبيب ماما. يلا هنلحق. النهارده الجمعة. مش كنت تقول يا كتكوت ان النهارده الجمعة؟ يوم الجمعة اجازة، الناس تنام فيه لحد الظهر وتشخر. نفسي الدنيا لكل الايام فيها جمعة. السبت جمعة والخميس جمعة وكل الايام جمعة. انا لو حلمت تاني اني بشتغل هشنق نفسي واشنق ابوك. النوم لذيذ.